قالوا لي يا عالم يا ناس ليش فقدنا الإحساس؟ تتواصل مع غيرك نعمة، ليش حولناها نقمة؟ المرة نسيت أهل الدار ومراهق رجع الختيار، صار العالم خيالي وأحلام ياهم ملالي. الشاب بضحك على البنت وكل البلوى الانترنت. الو مرحبا يا عبد غافل، يا عبد غافل انت سمعني؟ انا مش سامعك. غير مكاني، ماشي بغير مكاني ولا يهمك. ابشر 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 ابشر. مرحبا يا عبد غافل، يا عبد غافل. حلو، ولك مالك مالك، الله لا يعطيك العافيه. زي الدجاج زي لقك، مو بدك يا زلمه. وين انت؟ هيني جاي هيني جاي. يا الله يا الله، يا هلا يا هلا. دقلي عليها يا هو، دقلي. هلا سعيد انزل. يا شريف الطول وبك انت، اقول لك رايح على الله حيهم جميعا، كل عام وانتم بخير ووطننا بخير وقائدنا بخير. ما شاء الله، هاي شاورما، هاي احلى شاورما هاي. ايوه مرحبا يا عبد غافل. يا هلا يا هلا، اهلا اهلا. كيف حالك؟ مشتاق لك عبد غافل. ها انا بتنصحك نصيحه لوجه الله. النصيحه زمان كانت بجمل، هسه ببلاش. انصح. ركز معي. مركز. بقول لك ركز معي. مركز للصاجه. ها يعني لو تجيب لي رغيف شاورما بركز على الاخر. ها والله، ولا لا ابو صلاح؟ الشاورما بتخلي الواحد يركز، صح؟ ها والله. ها راح صوت، جيب ميكروفون من هذول اللي هيك. اعطيه اعطيه صوت، اعطيه. بالله عليك وشلون الشاورما؟ ايش؟ الله حيك الله حيك. احلى شاورما. ها والله، ولا لا يا ابو صلاح؟ تعال عبد غافل. ها ركز معي بقول لك. انا مركز معك. بتنصحك نصيحه لوجه الله بس. انصح. كان جد يقول الله يرحمه. تعيش. كان جد يقول الله يرحمه. اذا قلنا لك تعيش تعيش، شو كان جدك يقول؟ كان جد يقول الله تعيش. الله يلعن ابوك ابو جدك ابو قرايبك كلهم. ولك مو جدك حرام جاج، ولك جدك او ما خلص حفايبه بالمسجد اللي سرقها. شو خلصني، شو جدك كان يقول؟ كان جد يقول ها الله الله يوفقك ان شاء الله. ها والله لعمل لك تسريحه. يا سلام، هاي كل المحطات عندك. يا سلام، تعرف؟ اه بس هاي واحد يفتح نت فيجي عنده. والله؟ اه ابقى في اه كان جد يقول اه شر البلاد بلاد لا امن فيها ولا امان. صدق جدك، فعلا احنا حبايبي
بهاي البلد الواحد لازم يبوس وجهه قفا انه عايش ببلد فيها امن وسلام والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. عبد غافل، ها انا جبت لك الوردة الحمراء بس ما قلت لي لو ايش. حبايبي انا قصيته على وردة حمراء، عارفين ليش؟ لانه على البيسبوك. على الفيسبوك. بيسبوك. بقول لك الفيسبوك. بيسبوك. فيسبوك. بيسبوك. قبل فيسبوك ما خلاص يا جم بيسبوك. طب ماشي يلا. أنا على البيسبوك. اتعرفت على ثلاثة. ثلاث. تنتين عملت لهن اللوك. ايوه. وواحدة هاي بدها تتجوز اصير شريكة حياتي. طب عم غفل. ها. التنتين عملت لهم اللوك ليش؟ تنعزلهم. والله بضحكوا علينا بالفيسبوك. تنعزلهم؟ ها. طب الثالثة اللي بتحبها. انت بتعرفها؟ ها؟ كل يوم انا وياها بنتراسل على الفيسبوك. يلا 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 يلا. ايه؟ ها والله. طبعا مخبر مش انا حبيبك وصاحبك؟ ها؟ ممكن اشوف صورتها؟ ولك عيب؟ اه. قال بدي اشوف صورة اللي بدي اتجوزها. يعني انت عيب عيب. ايه؟ عمو المثل بقول اللي ما بيغار حمار. انت انت بتغار؟ لا. هلا 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 عمو. نعم. بقول لك المثل بقول اللي ما بغار حمار. انت بتغار؟ لا. الله لا يوفقك. فهمني يا مرة ما فهمها يا عبد غافل. هذا حمار من عود. طب اسمع والله لا اوريك صورتها. يا ليت والله. يلا غمض. ليش؟ عشان بقول لك فتح بوريك صورتها. طب كيف بدي اشوف صورتها وانا مغمض؟ بقول لك فتح بتفتح. حاضر. يلا غمض. اغمض؟ ها ها. اما صورتها طلع. شو صورتها؟ والله طلعت بالانوار عم غافل. لا لا بوريك صورتها. ها. والله ما انا شايفها. فرجيني اياها. فرجيني. شلون؟ يا غزال. وردي يا وردي غزال وشارد. يا عيني يا عين عبد غافل. ها يا زلمة هاي تحبك انت. ولك انت من الحرام. صح ناقص قطعة بس تتعوض. عبد غافل. ها بقول لك هاي بالصورة تحبك انت. ولك ليش ما تحبني يا عبد غافل؟ ها تعرف مين هاي؟ مين هاي يا زلمة؟ كل الناس بتعرفها. ولي يا زلمة كيف كل الناس تعرفها؟ هاي من هي هاي؟ مش انا صاحبك حبيبك؟ ها انا بشوفها باليوم 100 مرة. انت؟ اه. ولك مين هاي؟ مين هاي؟ يا زلمة هاي شاكيرا الخياطة؟ بقول لك شاكيرا. اه الولادة؟ عبد غافل. مين؟ هذه المطربة العربية المشهورة. ايه عليها امك. اه. ولك ربنا بيخلق من الشبه عارفين. اه. هاي شبه شاكيرا. اه. بس انت يعني هسه شبه القنفذ. انت يعني قنفذ انت؟ الله يسامحك الله يسامحك يا عبد غافل. عبد غافل. ها خذ هاي الوردة الحمراء خلينا اروح اروح. شوف هاي الوردة الحمراء. يلا السلام عليكم. استنى استنى شو مريحة شو مريحة. ايش 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 هاي دقات قلبي. ماما صاحبتك. قام قول لي ماما شايفني امك؟ شو بدي اقول لك يا عبد غافل؟ ناقصك حنان يعني؟ والله بقول لك اسمع دقات قلبي يا حبيبي. دقات قلبك يلا سامحني. دقيقة شوي. واحد رايح واحد جاي. هذا الباص السريع يا عبد غافل. ها انت عمرك حبيت قبل هالمرة؟ حبيت قبل 70 سنة. يا سلام يا رجل هذا حب قديم. انا بحكي حب جديد. عمو الحب حب. حتى لو كان قبل 5000 سنة. فهمت؟ ايه. ها يعني حبيت يا عبد غافل. ها طب عمرك اتغزلت بواحدة؟ اتغزل؟ والله ما بعرف الغزل. انت بتعرف تتغزل؟ انا سيد بنتغزل يا عبد غافل. يا اخوي علمني الغزل. هات علمك. ها هاي الوردة خليها معي. اعتبرني انا حبيبتك. ها بدها تيجي عندك. انت حبيبتي اللي بدها تيجي عندي. عمرك ما شفتها؟ عمري ما شفتها ولا سمعت صوتها ولا سمعت صوت. يا
وانت داير ظهرك. داير ظهري؟ واجت عندك شوي شوي. وهي جاية علي؟ اجت عندك شوي شوي. ولا عمري شفتها؟ ولا عمرك شفتها. أول مرة بتشوفها؟ أول مرة بتشوفها. أيوه. اجت عندك شوي شوي. أيوه. شوي شوي. أيوه. وقالت لك هاي. ولا عمرني شفتها؟ ولا عمرك شفتها. أول مرة بدي أشوفها؟ وقالت لك هاي. إن عن أبوك إن عن أمك. إن عن أبوك إن عن أمك إن عن أبوك. يا زلمة. إن عن أمك إن عن أمك. يعقوب إن عن عبود صافك حبيبك يا زلمة. عبود. قسما بالله فكرت البنت اللي بتحبني على الفيسبوك. قلت معقول في نسوان هيك؟ قسما بالله الزلم لا تحرم الجيزه. يا الله هذا ثوم ولا دفتر عائله؟ يا الله مياله اللي بتتوحم مياله. يا الله تقول مفتاح انجليزي من اول حسن. يا الله أبقابي. ها طب افرض عزت حكت معك بالانجليزي بتعرف تحكي معها؟ يعني هسه هاي اللي بدها تيجي تسولف معاي؟ تسولف معي بالانجليزي؟ حكت معك بالانجليزي. لا شو تقول بالانجليزي؟ انا بعرف انجليزي. ها سمعني. انجليزي؟ انجليزي. 1 1 2 2 يس نو. مش هيك يا عم قافل؟ شو لعب؟ مش هيك يا عم قافل؟ لا شلون؟ اجت قالت لك اكسكيوز مي. بعرفها هاي. يلا اسمي شموز مي. شلون؟ مش هيك يا عبد غافل؟ لا شلون؟ اجت قالت لك اكسكيوز مي. اسمي شموز مي. شلون؟ مش هيك مش هيك. وشلون عاد؟ فهمني. افهمك؟ ها؟ اجت قالت لك excuse me. ها ايه هاي بتقول هيك؟ ولا هسه انا لازم ايه؟ لازم تعمل هيك. طب افرض فلتت. لا مش شغلي بدك تعملها. هسه هي ما بتحبني غير لما اقول هيك؟ طبعا. وبعد السن هذا اقول هيك؟ لازم نسويها. الله لا يوفقك. يلا ضروري. شو اولها؟ اولها اكس. ايش اكس؟ ايش بقول لك؟ اكس اكس. يا يما العصعوص يا يما يا يما العصعوص يا يما العصعوص يا يما العصعوص يا يما العصعوص. يا الله يا الله يا الله يوفقك. يا الله يا يوفقك يا يما العصعوص. واقول لها بتقول لها يا عبد غافل اكسكيوز مي. ها ايه تقول؟ فخه منعون يا شيخ. خشمش موش مي. يلا واحد اثنين. يلا واحد اثنين سلام. اكسكيوز مي. ما شاء الله شاطرين. يلا واحد اثنين ثلاث. خشمش موش مي. خلاص عيب عليك. لا مش هيك يا عم قافل. ولك شو لعب؟ اكسكيوز مي. ابوك ابو الانجليزي ابو الساعة اللي تعلمت بيها انجليزي يقول خشمش موش مي. ما بتحبني غير لما اقول خشمش موش مي. ولا اسمع اسمع. اوريك الغزل على اصوله. سمعني الغزل. اسمع الغزل. فكر زي ايام الايام هاي. سمعني. اسمع يلا. يلا حبيبتي على الفيس. حبيبتي على الفيس. انت المعزاي وانا الديس. يا سلام. شلون؟ اسمع اسمع كمان. سمعني. اسمع حبيبتي على الفيس. يا ريت الشخبيط ولا المحالة. يا سلام. يا ريت مجنونة ولا العرباية. اسمع. نعم. امسك هذا. نعم. هذا فلك. يلا عادي. لا بحطه بالجيب. سعيد. تعال اسمع الغزل تعال. سمعني يا عبد غافل. خليه شوي. يا ريت
اسمع بدي اسمعك لابو النواس. لابو النواس حبي إلك. حب الزيت بالمعلاية يا سلام، وحب الجرابات للصرماية. بس ابقى فل. اجل حبيبتي. حضر شوف يا حلوة. أشهد أن لا إله إلا الله وأعوذ بالله من الخبث والخبائث. قل أعوذ برب الفلك. قل يا رب لا أقول في نسوان. إيه مشيها 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 يا الله. ثم ولا حاوية خشم ولا مطب هذا أمانة عمان بدروا عنها؟ بعرفش. هاي بدرش؟ بعرفش. ولا اسمع هاي الوردة وانا مسامحك بيها خذها. لا يا عم خافل لا والله ما بصل. هادي مبروك عليك إلك هاي. والله لا تأخذ الوردة ومعاها دعم الخبز بس خذها. ولا كده باستك من بعيد عورتك، ما بالك هذا وتنام بجنبي وتقلب علي ولا تعملني زي القراص. هاي وهواي ان شاء الله. انا بس كتير تاخرت عليكم خمس دقايق. ما انت متاخر 3000 سنه، ما انت من العصر الحجري. هاي بتشفط شفط. ايه والله شفط بتشفط. أكيد أنت أبو وردة حمراء. أنا أبو إيش؟ أبو وردة حمراء. أنا أبو صرماية حمراء. أنا حمار ابن حمار اللي رديت على الفيسبوك. حبايبي اسمعوني، شايفين الفيسبوك قديش ممكن إنه يغر بناس وما يكون في مصداقية؟ عشان هيك لازم نكون إحنا منتبهين على حالنا، منتبهين على أولادنا وأبنائنا. قديش الفيسبوك؟ وين اولادنا بروحوا بالفيسبوك؟ وين بيدخلوا؟ لانه ما في للاسف بعض الاماكن ما فيها مصداقيه. عشان هيك ديروا بالكم على اولادكم، وديروا بالكم من الانترنت، وديروا بالكم من اي مصدر بينزل على الفيسبوك بدون ما تتاكدوا انه هذا المصدر ثقه ولا مش ثقه. لانه لازم تديروا بالكم على ابنائكم، لانه ندير بالنا على ابنائنا بندير بالنا على هالوطن وعلى هالبلد. ايه العصفورة العصفورة العصفورة. شغل الشغل وشغل البن. يا عيني يا عيني يا عيني علينا. حبايبي اسمع، ليش الغلا وليش البلا؟ هذا كله من الفساد وأكل أموال العباد. ليش البلد منهوبة والأحوال مقلوبة؟ مين بيقدر يوكل جاج؟ ومين موقع في السياج؟ ومين عايش على التهريب؟ ومين النعج ومين الذيب؟ ملعون ابوك يا فقر حاودني للاندال. سليت عزيزي من النفس عشان معادن المال. ملعون ابوك يا عوزه سلت السؤال لك.
الله يلعن ابوك يا الفقر، الله يلعن ابو الفقر. اه والله، وبعدين ما حل حياه يا رب. والله ماني ملحق على الاولاد، والله ماني ملحق على الحياه اللي انا عايشه. فواتير مي، ضريبه، مسقفات، معارف، كهرباء، منين اجيب؟ اولاد بدي ادرسهم منين اجيب؟ قسما بالله لا فوق هذا كله تفتح التلفزيون ولا الانترنت ولا الراديو تسمع قتل ودمار وتشريد وذبح بهالدول اللي حوالينا. وهون تسمع كل يوم الحكومة ترفع الأسعار، رفع 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 رفع. نفسي نزلوا إشي قسما بالله، لما صرت أسمع كلمة رفع تصيبني حساسية. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين محل حياة هاي، بعدين بعدين. ايوه يا جميل، ايوه يا جميله، ليش رافع صوتك؟ بنت الحرام بتقول رافع صوتك. هيدا تعال يا جميله، تعال هيني جاي، هيني جاي. تعال يا جميله، نزلي لها نزلي لها نزلي لها. هلا 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 هلا. تعال يا جميله، بس 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 هلا بجميله. انت ليش رافع صوتك؟ جميله مشان الله عريس، لما صرت اسمع كلمه رفع سيبني حساسيه من وراء الحكومه. خلاص يا زلمه، هيك رافع صوتك. وبعدين ايه؟ لا طلع امسحيشها. ييي، رافع ايدك علي. رافع ايدك علي، في رفع كمان. الله اكبر. جميل مشان الله لا تجيب سيره الرفع قدامي. طيب خلاص خلاص، بلاش تعصب وتنجلي ويرتفع ضغطك وتموت. يرتفع ضغطك، في رفع كمان. الله اكبر. جميلة وش بقعد، وش بدي اموت، بدي انجلط. وبعدين محل الحياة وش مش ملحق. اسمع اسمع، انا بدعي وانت بتقولي امين. امين بس ما عليك، بس انت تقولي امين. طيب ماشي. الهي وانت جاهي، اللهم كل ما فكر يرفع الاسعار يجي خاسوق من نار. امين. اللهم ان ما فكر في تحسين الاوضاع يسيبه جرب بالقاع. امين. اللهم تيجي شوته على بضاعته ما يقدر يصدها. اي والله. امين امين. كل هالدواعي على بياع الباميه. تبيع بياع الباميه المسخم؟ مسخم؟ اه والله ما حدا مسخم غير انا وانتي. ليش؟ جميله. نعم. امبارح وانا بفكر باوضاع الامه العربيه، ايوه، اجى على بالي طبخه باميه. والله شو جاب اوضاع الامه العربيه لطبخه الباميه؟ ما هو كل اوضاع الامه العربيه مطبوخه يا هبله. كيف؟ انا بقول لك، قول. امريكا بتطبخ، اه، واسرائيل بتاكل، والعرب بجلسون. فهمتي؟ هسه فهمت. اسمعي، انا بدعي وانت تقولي امين. امين. اقول لك بدعي لحالي، ما عليك. يلا بدعي. اعطيني يا بشوف. اللهم نعوذ بك من ثورات لا تنفع، وربيع ما أسمن ولا أشبع، وشعوب لا تزرع، وحكومات لا تصنع، وأحزاب لا ترفع، وفتن لا تشبع. اللهم راحت فلسطين، وانحرقت سوريا، وتفرقت مصر، وتبعثرت تونس، وفطرت ليبيا، وتدهورت اليمن، وصاروا العرب شغل خطب، وعيشتهم حرب شغب، وثرواتهم لمن سلب ونهب. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا، لا حول الله. قولوا آمين. جميلة. نعم. امبارح نزلت على السوق، اه، قلت خليني اجيب كيلو بامية وقية لحمة. لحمة؟ انت ما جبت لحمة، انا ما شفت لحمة. وشو المواطن الاردني بيقدر يجيب لحمة هيك؟ كيف؟ المفروض يقدم قرض للبنك بعدين يجيب اللحمة. والقرض عشان لحمة؟ وليش اعطيني مواطن اردني واحد مش ماخذ قرض؟ اللي بده سيارة بده قرض، اللي بده يدرس ابنه بده قرض، اللي بده يدخل مستشفى بده قرض، اللي بده يطهر ابنه بده قرض. وش كيلو البامية باربع ليرات؟ بالله عليك ما بدهن قرض هذول؟ يعني غالية، بس برضه يعني التاجر معذور. بلكوا قولوا التاجر معذور، والحكومة معذورة، والفاسد معذور، بس المواطن اللي مغدور. أي نفسي أشوف مواطن أردني واحد بحط راسه على المخدة وبنام وهو مش مكهور. يا جميلة خلي الواحد ساكت مشان الله. مين؟ أنا بعوني. فوت بعوني، فوت هذا بعوني جارنا زلمة درويش حباب الله مسكين. تعالي تعالي، فوت بعوني، فوت. اسمعي، شو منقدر نساعده؟ لازم نساعده إن شاء الله. إن شاء الله. استنى فوتي لجوا، جيبي لي خمس ليرات. يلا يلا يلا، بسرعة بسرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا بعوني، هلا هلا. ها
هذا بيعشق ملعون خمسة. معقول بده يموت ومش جاي يموت غير عندي هون؟ يا الله. تعرف جميلة؟ اه اه وينك؟ تعالي تعالي. جيت تعالي. ما بس افتح دبي نجيت. ايش تعالي يا جميلة تعالي. ايش بدك يا غالي؟ يا الله بذكرني بشمبر اللوكس ملعون. يا الله انا واقع مهتري. ايه ابو عوني. اه مش بقولوا اربعة جيد؟ اه هذا قص قلبان. ولا اشي. سخر. ولا اشي. ولا اشي. كيف حالك يا ابو عوني؟ هبلة. شو مالك؟ مجنونة؟ اسمع عادي سؤال. هذا بتقولي له كيف حالك؟ ولا؟ قولي عظم الله اجركم. انا لله وانا اليه راجعون. علي العوض ومن العوض. حبيبي يا ابو عوني. وامرني يا قلبي. بعد اذنك يا اختي يا جميلي. اه يا اخوي. بدي غافل بكلمتين. سولف حبيبي سولف. امر. شوف يا عم غافل. امر حبيبي. الشكوى لغير الله مذلة. لا اله الا الله. قسما بالله. قسما بالله. ما معي اشتري خبز ملوك. لا حول الله. قسما بالله. ما معي اعطي الدموع صلاة تروح الجامعة وترجع. بتصدق وبتامن بالله يا عم غافل. لا اله الا الله. كل يوم بنتي بس تروح من الجامعة بتغسل وعيها عشان تلبسهم ثاني يوم. وصلت فينا الحالة يا غافل. ندور بين الحاويات على شي نوكله. والباقي عندك يا غافل. لا حول الله يا رب. لا حول الله يا رب. الله يصب بدنك زي ما سميت بدني. والله الله لا يوفق. ابو عوني والله الحالة هاي مش عليك بس، والله على كل الناس. اسمع، انا اليوم اتدينت 10 ورقات. اه مش 10. يا 10. اه 10. انت اولى مني فيه. الله يخليك وبارك فيك. اخذت لنا ابو صلاح اليوم. هذا على الرموت. ايه يا عم شجرات هدول. حرام. والله انا ورمك فيه. خذ. الله يبارك فيك. ابو عوني ذكرتني بموال براسي على وضعك. دق لي عليها يا بشوف. دق لي عليها. اسمع ارفع 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 ارفع. أبو عوني توكل على الله، إن شاء الله الأمور غير تتحسن بإذن الله. إن شاء الله. توكل على الله. بس بالله عليك يا غافل. ها. بالله عليك. ها. استر علي. أنت بعرض خواتك استر علي.
لأنه ولا تعريفي ظل معي ولا تعريفي. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة. يسلم. الله معك. الله يخليك ولادك. هلا. الله يستر عليك. الله يرضى عليك. هلا. جميلة. متذكر أيام زمان؟ طبعاً. الناس كانت تحب بعض. حتى الفقير والله ما كنا نعرفه. صح. وش متذكري لما رحت اتجوزك؟ أنا اللي بتذكر، أنت متذكر؟ متذكر؟ يوميتها. قلت لأبوش. يا بتجوزني غافل. يا بحرق حالي. صح. أنا وحركت حالي جروز. إيش؟ لا قصدي متذكرة لما قلت لك الشعر. أنت متذكره؟ أقول لك إياه. يلا احكي لي إياه. حبك يا جميل فغش قلبي فغش. أيوة. وعن حبك ما بزحت عش. أيوة. لو حطوني بالنعش. وبعد الحمار والجحش. ولحقنا بوج بالدمش. وفغش راسي فغش. وتخبيت ورا العفش. وقلت طايق غافل بقلب الطعش. جميلة. نعم. شرف أبوك تقولي لي الغزل تاعك. أحكي عادي. حبك طحن قلبي طحن. يسعد اللي خلصك. أنت المنسف، أنت المنسف وأنا السمن. أبي عليهم عليهم. أيوة أبوك. وقطعوني بالصحن. سلموني للأمن. أيوة. قلبي في حبك راهن كل بنات الديرة يشهد. أبي عارف شو ها؟ بمبكشن. آه والله جميل. جديد علي. جديد البمبكشن. الحمد لله يا جميل. الحمد لله. الواحد يقول الحمد لله. طبعا. الحمد لله على كل شيء. مين؟ في حد على الباب؟ والله سمعت كأنه واحد بيرتبك على الباب. مين؟ مين على الباب؟ والله الله ما في حدا يا جميل. ما في شكله. يا ساتر. ما في. تفضل. يا ساتر. سمعك ممتاز. يا الله أول مرة بشوف الصواني تغاز ماشي لحالها. إيه؟ يا الله وحطرها وعشان يشوف فين التنفيسة. يا الله قدام يا حبيبي. غافل الغافل. نعم. على الفواتير يا بتدفع يا بنقطع. فواتير ايش يا ابن الحرام؟ دفعت قبل كم من يوم فواتير؟ مش دفعت كهرباء ومي؟ دفعنا. كذب دفعنا. لك دفعت. قايد عندك. شو عندك فواتير ايش؟ مية. ايوه. 25 دينار. اقطع ابوي. اقطع. يا زلمة شو اقطع ميك مي؟ منين اجيب؟ منين ابيع حالي يعني؟ لا تنصبر. اقطع ولك اقطع. مسكفات. ايوه. 175 دينار. اقطع. الله لا يكسر. اقطع. اقطع. سقفات ها؟ اقطع. نفايات. نفايات ايوه. 18 دينار. ايوه. اقطع. اقطع. كنوش فقع. نعم. كنوش فقع. هاي الاسطوانه بتنفس. كهرباء. ايوه. 62 دينار. من عينك اللي خلص. يا زلمة خلص. خلص. اللي خلص الكهرباء. كهرباء من الحمار. كهرباء. دبحوا. كهرباء. كهرباء شغلك. رحمني دبعت. دبعت. شو ظل. ضريبة عمي. ضريبة. انا علي ضريبة. ولا موت ولا نفس. طب ما هو ولا لا بطلتك. لا شو طلقت عشان بطلتك. لا ولا نفس. خلاص سكتت. ولا نفس. وهيني ها ولا حرف. غافل الغافل. ابوك ابو غافل. هو ما في بالبلد غير غافل. طب يعني كيف بدون ميه وكهرباء بتفهم؟ يا غافل. مين؟ انا شهده. هذا شهده بن عمي. تعال شهده تعال. لله يا الله وين كان بالبحر الميت؟ لله يا عم غافل لله. ولك صاير تشحد؟ عم غافل؟ ها؟ ما كلك تشحد يا عم غافل، شو اساوي؟ يا زلمة شلت موظف؟ كلك موظف؟ ها؟ متقاعدك؟ ها؟ متقاعد بمكافي خلص عارف شو اساوي؟ اسرق؟ بده يسرق، اشتغل معه. انا اصير اسرق؟ ها؟ عيب حرام. ليه؟ انا ان شاء الله نويت ابيعك. وبيع الاولاد. وبيع حالي. من اجل ارضاء صندوق النقد الدولي. توكل على الله. عم غافل. انا داخل على الله عليك يا عم غافل. اذا بدك في حالك بيني معك. انت بتروح على المحرقة. ليش؟ انت في قطعة. الله. والله. ما انت شايف قطعي يا عم غافل. ما انت شايفه. حبيبي. نعم. هسا انت. نعم. شو اللي وصلك لهالحالة هاي؟ شو اساوي يا عم غافل؟ شو اساوي؟ لا الاسعار بترحم. ولا الحكومة بترحم. ولا النسوان بترحم. ايوه ايوه من النسوان بلشوا من
النسوان 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 مال النسوان مالهن 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 24 ساعة بطلة تقول له جيب لي 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 لا جيب لها عادي شغلونا شغلونا النسوان شغلونا خاصة زي المحكان منعود هبل هبلت وهبلت ليش جننتك شوفي يا عبافل ها انا الله وكيلكم يا جماعة الخير انا بشتري ثلاث شغلات باليوم اسمع اسمع نعم قبل الشغلات هاي قل لي نعم انت نعم عندك اولاد عندي سبعة 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 قد ايش صارك متجوز ست سنين ست سنين وعندك سبع اولاد والله لا يوفقك طب اسمع نعم انت بعدك ايه بعدك تعطيها صاحب كيف يعني شو بدي اقول لك يا عم غافر قلت الحمد لله بس على تبت والحمد لله رب العالمين تبت شو بدي اقول لك يا عم غافر رفعوا الدخان ورفعوا المشروب ورفعوا رسوم الحج والعمره لا عارفين نتوب ولا عارفين ننحرف ايوه كذاب ابن عمك كذاب شو عرفك انه هاد كذاب؟ انا بحكي لك علماء النفس بيحكوا الزلمه بس يكذب بسقط من راسه خمس شعرات هسه الزلمه لما يكذب بنزل من راسه خمس شعرات بالله عليك بدي اقول رئيس الاقرع وزير الاقرع ثلثين المجلس قرع الله يعين المواطن حبايبي نعم اسمعوني نعم مهما كانت الظروف الاقتصادية علينا صعبة أقول لك نعم قبل ما سولفك هاي التلافة بدي أغني لكم موالي براسي على هالأوضاع اللي احنا بيها يا ريت والله دقلي يا أبو عليها دقلي يا سعيد عشرة دقلي على عشرة يا سعيد ابقى 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 وحكي عني لا تتأني شو اللي صار شايف حالك شو عبالك كل أقوالك لك تمسار اسمع مني وحكي عني لا تتأني شو اللي صار شايف حالك شو عبالك كل أقوالك لك تمسار قدام لحبك الأسعار لحبك كل خواجيك كل خواجيك العب يا همو الله يطول عبي خرمان الخرم على حدا حدا العب حبايبي اسمعوني مهما كانت ظروفنا الاقتصادية صعبة مش بس احنا بنعاني من ظروف اقتصادية صعبة العالم كله بيعاني من ظروف اقتصادية صعبة احنا بدنا نتحمل مهما كانت الظروف عشان بلدنا ووطننا وأرضنا وأبنائنا شوف الحزام الناري اللي حواليكم من وراء هاي الظروف الاقتصادية الصعبة استغلوها استغلوها الناس الإرهابيين لا سمح الله يستغلوها ببلدنا احنا هاي الأوضاع الاقتصادية مش لازم تضعفنا آبائنا وجدودنا عانوا من ظروف اقتصادية أصعب من هاي وظلوا متحملين حتى وصلوا ووصلوا بلدنا للي احنا فيه لازم نتحمل مهما كانت الظروف واسمعوا مني هالكلمتين
وحطوه الحلقة بدك. اسمعوا يابا اسمعوا داش اسمعوا داش اسمع يا ابوي اسمع يا بابا بدي اقول وتسمعوا واحكي عالمكشوف. حب الوطن مش اغني بالصوت ودق كفوف. حب الوطن تعشق تراب وتفتديه بالروح ويظل احلى بناظرك مهما البلاد تطوف. قولوا معي للي نوى عالشر لبلاده كيف نفسه تطاوعه وينكر ثرى جداده. نفكر بعد حضن الوطن انه الدفا يلقاه وان ضاع منه الوطن هالكون شو فاده. والله يا هالوطن ما يهزنا ارهاب وارواحنا ترخص الك والموت لجلك طاب. وحدتنا في حب الوطن اعطت الف برهان اللي يقرب ساحنا يخسر يخسر وظنه خاب. شكرا جزيلا لفريق مسرحيه يا هم الالي سمعونا التحيه لهم. هاي الاستاذ حسين الطبشات اللي ياما اسعدنا وضحكنا. سمعونا تحيه كبيره للاستاذ حسين الطبشات في تكريم خاص مقدم من السيد ابو صلاح للاستاذ حسين الطبشات وفرقته المسرحيه. ألف مبروك إن شاء الله. شكراً صراحة. وين الكف؟ سمعونا التحية. شكراً صراحة. شكراً أنا سيدي. طول عمرك طول عمرك في سادة. الله يسلمك. شكراً لكم وألف مبروك الافتتاح وإن شاء الله بتشوف على وجه الخير بإذن الله. شكراً حبايبي. شكراً لهذه الوجوه الطيبة. يعطيكم ألف عافية كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. أنا زبون أبو صلاح صحيح مزبوط شاورما صلاح الدين. هلا حبيبي هلا يا سيدي هلا بي طول عمرك ما شاء الله حبيبي الله يحييك يا عزيزي يا حبيبي تفضل عمي.